يصوت مساء اليوم مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار يدعو إلى حماية الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة. وعشية جلسة مجلس الأمن قالت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هيلي إن بلادها ستستخدم حق النقد الفيتو ضد تمرير هذا القرار. هذا ويدعو مشروع القرار الذي أعدته الكويت إلى حماية الفلسطينيين من الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.